طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى أرقام الظاهرة أسفل الشاشة. في البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نعيد الأرقام، التردد الجديد هو 10727، والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نعم، 3 سنوات على استعادة الموصل من قبضة تنظيم داعش. 3 سنوات وما زالت الموصل مدمرة. 3 سنوات وما زالت هناك جثث تحت الأنقاض. 3 سنوات ولم تعمر الموصل، فأين ذهبت الوعود بإعادة إعمارها؟ وأين الأموال التي خصصت لإعادة إعمارها؟ 3 سنوات وما زال الكثير من أهل الموصل نازحين، إما بسبب عدم قدرتهم على العودة بسبب الدمار، وإما بسبب منعهم من العودة، فأين الوعود الحكومية بإعادة أهلها إليها؟ طبعا يوم أمس كرر المسؤولون الحكوميون من وعودهم التي يأس العراقيون منها. خرج علينا رئيس الجمهورية برهم صالح مؤكدا بأنه لن يرتاح له بال حتى عودة آخر نازح ومهجر واستقراره في بيته في ظروف كريمة كما قال. لكن أهل الموصل يأس الوعود المتكررة، فعلى الرغم من تعاقب حكومتين لا تزال هذه المدينة منكوبة تعاني الدمار وتعاني الإهمال، حيث أكد المواطن محمد ناطق وهو أحد أهالي الجانب الأيمن في مدينة الموصل في تقرير للعربية نت بأنه لا يشعر بأي فرحة بالتحرير، لأن الحكومة المحلية والمركزية لم تقم حتى الآن بإعادة إعمار المدينة ولم تعوض المتضررين عن الدمار الذي لحق بهم. أضاف: الحياة غائبة عن المدينة القديمة، ولا تزال الجثث المتفسخة منتشرة، كما أشار إلى أن معظم أقاربه ما زالوا في المخيمات ولم يعودوا نظرا لحال المنطقة وغياب الحكومة وخدماتها. طبعا إلى ذلك قال: كلما دخلت مناطق الجانب الأيمن في الموصل لا سيما مناطق الإقلاعات والشهوان ستشاهد الجثث المتحللة والروائح الكريهة هناك. من جانبه أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني بأن سبب بقاء الخراب في المدينة هو بسبب الفساد وسوء الإدارة. أكد بأن أكثر من 1,000,000 نازح من أبناء المدينة لم يعودوا لغاية الآن، كما أكد أن ميزانية رسلت للمدينة تجاوزت 580 مليار دينار عراقي، لكن سوء الإدارة والفساد وتغيير المحافظين كما قال والإدارات في نينوى وجود المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة شكلت عائقا أمام إعادة البناء، حيث لا تزال الجسور مدمرة والمستشفيات مدمرة والبنى التحتية لا تزال خارج الخدمة. هذا ما جاء على لسان النائب في البرلمان عن محافظة نينوى وهو شيروان الدوبرداني. أضاف بأن وجود ميليشيات ومافيات خارج المنظومة الأمنية تعبث بمقدرات محافظة نينوى، ناهيك عن وجود جماعات وقوات غير عراقية في قضاء سنجار شمال غرب الموصل أخرت أيضا إعادة إعمار المدينة. فمثلا قام المحافظ السابق نوفل العاقوب لسنوات بدفع أموال طائلة لميليشيات كانت تسيطر على حواجز مداخل المدينة لإدخال مواد البناء، وفقا لتقرير صادر عن الجامعة الأمريكية في محافظة السليمانية في شمال العراق. نعم، معنا اتصال أم دعاء من سامراء، تفضل أم دعاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. حيا القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا، تفضلي. أختي، عمر عندي معتقل من 2017. نعم. أخذوه من شهر الثالث مواليد 2001. يعني 2014 مواليد 2001؟ لا، من 2017. 17 اي، بشهر الثالث يوم 9/3. يعني من اعتقله عمره 16 سنه. اي. من اعتقله؟ اخذوه يعني جهه مجهوله من بغداد عن طريق مخبر السري. ها، يعني انتم كنتوا نازحين ببغداد واخذوه؟ لا، بسامر، اخذوه من سامر من البيت الساعة 3 بالليل. اخذوه اي، اخذوه ورحنا مدة 6 يوم لقيناه ببغداد. نعم، تعرفون وين مكانه الان؟ بغداد سجن الاحداث. سجن الاحداث، شنو تهمته وش قد حكم القاضي؟ حكمه خمس سنوات. تهمة؟ اي، من اعترافات، من كثرة الاعترافات. نعم، شنو القضية اللي صارت عليه؟ 4 ارهاب؟ اي، المادة 4 ارهاب. ورد عفو عام، فرج عن المعتقلين المظلومين، ناس ابرياء والله، من البيت للشغل، يرجع من الشغل للبيت. نعم، يعني اريد عفو عام للسجناء، ناس اكثرها مظلومه. نعم، الله يعينكم، الله يفرج عن كل بريء. فارد يعني عفو عام، يفرج عن المعتقلين والمغيبين. نعم، من محافظة سامر 400 واحد صار من 2014 لحد هسه ما نعرف عنهم اي شيء. الله يعينكم. اخر مره زرتوه شو وقت؟ زرناه بشهر الثالث 3، شهر 3 يوم 3، بعد ما شفناه لحد هسه من صارت اوضاع كورونا لحد هسه، يعني ماكو اي مواجهه له واي اخبار مقطوعه عنه، ما نعرف عنه اي شيء. زين، من حكم القاضي 5 سنوات، ام دعاء ما وكلتوا محامي استئناف سويته بالقضيه؟ وكلنا محامي، المحامي طلب من عندنا 80 ورقه. انطينا 40 ورقه لانه يقع التمييز عنا، سوي له تمييز. نعم، سورا ما سوى له اي شغل. نعم، هو عارف يعني المحامي يعني اي شيء ما سوى لنا. الله يعينكم والله يفرج عن كل بريء. ام دعاء من سامراء كانت معنا. اشكرك اختي ام دعاء من سامراء. نعم، نرجع على موضوع الموصل. طبعا رئيس لجنه التعويضات محمد محمود اكد بان عدد المعاملات والطلبات التي تقدم بها مواطنون من اجل دفع تعويضات لاعمار بيوتهم بلغ حوالي 90,000، منها ما بين 48 و 49,000 تخص أضرار الدور والمحال وبقية العقارات الأخرى، وهناك 39,000 معاملة تتعلق بالأضرار البشرية من قتلى ومصابين ومفقودين. قال لي وكالة فرانس بريس تمت معالجة 3/4 الملفات، لكن الصرف متوقف بسبب قلة التخصيصات المالية، وتابع حتى الآن لم تصرف مبالغ التعويض إلا لقرابة 2500 متضرر. 2500 يعني العدد ولا شيء من 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 90,000 طلب للتعويض. ومعروف أنه الموصل ترى أكثر من 80% إذا جمعنا الأضرار بشكل عام، إذا كانت دوائر حكومية أو مستشفيات أو جسور أو بنى تحتية، أكثر من 80%. أما هناك مناطق 100% يعني دمرت
مستشفيات دمرت، الجسور كلها دمرت، عشرات الآلاف من الضحايا، هناك ما زالت جثث تحت الأنقاض. النائب السابق عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه قال بأن الميليشيات ما زالت تفرض الأتاوات على الشركات والتجار في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وأضاف العبد ربه بأن الميليشيات، نرفع الأوتوكيو شوي حتى نكمل، بأن الميليشيات تبتز الشركات التي تستثمر في الموصل عبر انتزاع عتاوات بنسب تتراوح ما بين 6 إلى 10%. أشار إلى أن الفصائل المسلحة التي دخلت إلى الموصل بعد استعادة السيطرة عليها تستغل اقتصاد المدينة، ويساندها بذلك بعض الشخصيات المحسوبة على محافظة نينوى. معنا اتصال أبو نزار من كربلاء، تفضل أبو نزار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. عقيدة قلبي. يا هلا بيك، حياك الله. معاني. الله يسلمك. تفضل عيني. حبيبي. بيلي. نعم، أسمعك، بس نصلي التلفزيون، الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ يا أهلا وسهلا بيك. هلا وحبيبي. تفضل. أقول لك عين أبو عمر. هاي شغلة الموصل. اصلا هاي شغله الموصل هم متعمدين عليها يا اخي، هو تعمد متعمدين عليها، ما يردون يبنوها للموصل. الله وكيلك ومحمد كفيلك، ما يردون يبنوها. ناس باطلين، ناس مخوش اواديم، ناس ظلمه، ناس مجرمين، هم ما يردون يبنوها للموصل. هسه هم شنو قاعد يسوون؟ نعم علو. نعم وياك ابو نزار. هم شنو قاعدين يسوون؟ هم اللي هدموا هذا الموصل، هم اللي هدموها، متعمدين تهديم من الموصل. الله وكيلك ومحمد كفيلك، ما تستوجب هذا التهديم. هم اللي هدموها، متعمدين على تهديمه، هم متعمدين على تهديمه للموصل. عمي شنو يبنوا للموصل؟ الجثث لحد الان تحت الانقاض. نعم الجثث لحد الان. نعم عمو مجرم، تعال شوف شو صاير. هاي كر 24 ساعه ما فيها. الله وكيلك محمد كفيلك، تيجي ساعتين وخمس ساعات ما تجي الكهرباء. هم شنو اللي سووه؟ شنو اللي سووه؟ شنو يطلع واحدهم على اذاعه يقول اسكت وكله كذب كذب كذب؟ نعم مع الأسف. بس أنت مثل ما تفضلت أبو نزار، هسه لو المشكلة بمدينة واحدة أو بمحافظة هم نقول عمي ما يخالف، بس المشكلة بكل العراق مثل ما أنت تفضلت، الكهرباء، الماء، الخدمات، الصحة، التعليم. احنا ما نخص بس كربلاء، بالموصل كل المحافظات. نعم. هم جايين غضب، هم اجوا غضب. هو نعم. يوه اللي اجى من عندهم، هم اللي كانوا يحاربون ضد العراق وضد الجيش العراقي وقتلوا العالم. نعم. ومن ذاك اليوم لليوم قتال حق الجيش العراقي. شوف شنو يعني شنو هو رجل جاي ويا المحتل، هو اللي جاي ويا المحتل. هذا شو تريد من عنده بعد؟ شو تريد تحصل من عنده اخي؟ هو رجل جاي ويا المحتل، خلاص على حال الامريكي للمحتل. المجرمين كلهم مجرمين. نعم. مع الاسف لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. أنا أشكرك أبو نزار من كربلاء كان معنا. أم يحيى من بغداد، تفضل يا أم يحيى. السلام عليكم. وعليكم عيني. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا والله حد المتظاهرات في ساحة التحرير. نعم. فاليوم هسه قبل شوية صار حادث هناك، ضربوا صديقتي، هي دكتورة، ضربوها بالموت. من السنين جاية رايحة للحمامات وضربوها، الأحزاب ضربتها زين وهددوها نفرح تحت التحرير بعد. يعني شلون احنا بالاحزاب؟ شلون؟ ما دا يشوف الكاظمي، الكاظمي مو جاي لحام حيهم. وين الكاظمي؟ وين حشيه؟ وين حشيه؟ البنيه راحت، هاي ايديها كلها راحت. وين حشيه الكاظمي؟ وين حشيه الكاظمي؟ ام يحيى، منو اللي هدد؟ بس ارجعي لي بالموضوع. الله يخليك. ها عيني. اكو تهديد على من؟
ومن اللي هدد؟ على على احد الدكاتره دكتوره نعم. اسمها انتصار. نعم. من اللي هددها؟ الدكاتره تحت التحرير هددوها فيها وضربوها بالموت. هاي شو وقت؟ هسه قبل ساعه. نعم. من ذول اللي ضربوها؟ المسلمين وكيف قالت ايران برا برا وهم ضربوها وحكيت وقالت وضربوها بالموت. المسلمين قالها بس تجي من تحت التحرير احنا اللي قتلتش. يعني الكاظمي ما يشوف يعني احنا ما نخلص من الاحزاب شلون؟ نعم. مصيبه. شلون يعني شلون؟ الكاظمي شلون؟ شلون خلي يحلها ويانا؟ خلي يحلها لو ويا ايران لو ويا الشعب. خلي يحلها الكاظمي. خلي حلا احنا نريد اي حدود تنفتح ايرانيه علينا ما نريدهم ما نريد حتى الزائر لا يزورون ما نريدهم اي ايراني ما نريد كاتب بالزائر ملينا يعني بلدنا ويقتلونا ليش؟ ما نشوفهم ما نشوف لا نشوف النساء تنقتل اليوم مصيبه ما نشوفهم بس حكي بس حكي شلون هسه هاي الدكتوره خطيه؟ والله مو زينه يعني مو زينه يا استاذ محمد مو زينه مو زينه نعم. يعني حال مرهم الدهوره نعم يعني ايديها هاي الكبرى كانت فتحه من يم زينتها خلاص زي تتلوها خلاص يعني ليش؟ ليش؟ كيف قالت ايران برا برا؟ الله يعينكم والله يحفظكم يا رب. ليش يعني شنو؟ يعني شنو بعد ما نصب للتحرير؟ لا انطب. نموت 10 نموت 100 احنا قافين على القضيه. الله يحفظكم. الله يسلمك، الله يسلمك. اني اشكرك ام يحيى من بغداد كانت معنا ام كرم من الموصل. تفضلي ام كرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بيك. أنا بس أعرف الموصل يحتفلون على تحرير الموصل على أي تحرير يفرحون. لو خلينا ظالين داعش شاتين الموصل كله أحسن ويجون الإيران وأمريكا وحكومتنا ياخذون الموصل أحسن، على أي تحرير يحتفلون؟ السجناء يقولوا ما نعرف وين، الحكومة تقول ما نعرف وين، عدل من اللي يعرف؟ مو الحكومة هي حررت الموصل، وين ودوا السجناء كانوا عند داعش وين ودوهم؟ مو عبد الوهاب السعدي جاء حرر الموصل، عبد الرحيم الشمري يحكي يقول هم عندنا ببغداد احنا حنعالجهم. واحنا راح نخبر اهاليتهم وين ودوا السجناء؟ على الساكتين عنا يقولوا مغيبين، هذول مو مغيب، هذول موجودين وعند الحكومه. وهسه بعد احنا نطالب بيهم. داعش ما شتلوهم، وموجودين عند الحكومه. بس لا. الحكومه ساكته لو خلينا على داعش مكملين على الموصل كلها ولا جو حررونا احسن. خلونا ميتين حالنا حالهم. عشان جاي يحتفلون تحرير الموصل، يا تحرير هذا، احنا شفنا من التحرير، احنا ميتين حالنا من حالهم. بزعنا والله تعبنا ما بقى بينا حيل لا يجي علينا رمضان مثل البشر لا يجي عيد مثل البشر لا تحرير الموسم مثل البشر وين مصطفى الكاظمي يومي بالتليفون على التلفزيون يحكي على اخوه انا مو لكاني للشعب يلا سويت للشعب بس مظاهر بس يطلعون كل ما يجي واحد ثلاث سنين يبوق يملي جيبه ويروح احنا شو مستفادين؟ واولادهم عايشين بالخارج والمظالمين بس يجون خلينا الموسم هم تقوم على الساكته على شنو خايفين؟ نحكي انتو داعش نسكت انتو داعش والمظاهرات يحكون من دسين فما صارت الموصل هم جابوا لنا داعش ووقعوا براس الموصل وشيلون الكرتون يزتون بس سجون وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم ان شاء الله مرض كورونا يجي على كل الحكومه ما يخلي واحد بالبرلمان ولا كبير ولا صغير وتصفى ان شاء الله هاي المرض رب العالمين جاب حتى يصفي اي واحد قبيح على وجه بالموصل وبالعراق يصفيه ان شاء الله ما يضل ولا واحد نعم. عبد الواحد السعدي حرر الموصل واحنا كيفنا ونقول هي الجو وهي وصلوا فلان منطقه يطلعون ولادنا وين خذوهم وغبوهم ليش سووا؟ فوق ما هم صاروا يدافعون على الموصل وسجنوهم داعش ظلم وظلم والحكومه مجد تغبيهم خلي يقولون يابا فلان سجن بس نروح نزورهم خلي عندهم بس سجن والله تعبنا يا استاذ عمر اترجاك اترجاك تناشد انت همينا ويانا وبلكي صوتنا يوصل والحكومه تسمعنا بس هي ماكو حكومه احنا شو نقول؟ ما عندنا بس انتم وقناتكم هاي الكريمه والمفضله. الله يسلمك. الله يعينكم. الله يخليكم. الله يفرج عنكم يا رب. دائما دائما احكوا عن سجناء المظلومين، كانوا بالموصل اخذوهم داعش، دائما احكوا بهم طالبين بهم، والله تعبنا امهاتهم ماتوا.
ماتوا من القهر، يعني تلحق يشوف ابنها لو ما اتلحق، تلحق يشوف اخوها لو ما اتلحق، يعني العالم ميته والله ميته. احنا كنا عايشين هنا 3 سنين تحت خوف داعش وظلم داعش، والله ما قدرت كنا نتنفس من خوف داعش، وهاي المصيبه هم قاعد فوق راسنا. اترجاك استاذ عمر، اترجى قناتك الكريمه، انت تظل تناشد السجناء كانوا عند داعش، والله حررتهم الحكومه، والله موجودين عند الحكومه وداعش ما شكلوهم. نعم. واني اشكرك والسلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني بس ملف المغيبين والمعتقلين إن كان في الموصل أو في باقي المناطق العراقية، يعني ملف صار لسنوات عدة حتى قبل داعش. يعني إحنا عندنا مغيبين وعندنا معتقلين من قبل ما دخول داعش إلى المناطق العراقية وبعد استعارتها من أيدي داعش. هذا الموضوع تراكم بعد أكثر وأكثر، هناك كان معتقلون لدى داعش لغاية الآن مصيرهم غير معروف. طبعا بالمناسبة بيهم من الشرطة وبيهم من عناصر الجيش كانوا معتقلين عند داعش، ومن دخلوا القوات الأمنية والحشد دخلوا إلى هذه المناطق تم يعني على أساس تحريرهم، أخذوهم يحققون وياهم، أخذوهم يفتهموا شنو اللي صار، اختفوا ما حد يعرف. ومثل ما سمعنا أم كرم عن هذه القضية، ذول اللي كانوا مسجونين عند داعش أم اللي تم اعتقالهم من المخيمات اللي طلع عبر ما كان يسميها في ذلك الوقت رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الممرات الآمنة، ذول هم ما معروف مصيرهم لغاية الآن. والناس كما دائما يخابرون ويتصلون ويقولون عمي قلونا طيبين حتى نفتهم، ميتين حتى هم نفتهم، حتى الناس تقطع نفسها، لأن يعني الناس تعبت اللي صار لأربع وخمس وست سنين يريد يوصل إلى نتيجة حتى يبطل، إذا ميت حتى يسوي له فاتحة ويرتاح، وإذا طيب حتى يعرف مكانه وين. يعني ما معقولة نوصل إلى هذا، يعني إن شاء الله مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة بس بهاي الفترة الأخيرة. أما إذا نحكي على مئات الآلاف هناك من 2003 ولغاية الآن، يعني بحسب المنظمات الدولية الصليب الأحمر هيومن رايتس ووتش يقول لك من ربع مليون إلى مليون مغيب في العراق من العام 2003 ولغاية الآن. نعم، معنا اتصال محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخوي. الله يعافيك ويسلمك. يا أهلا بك. الله يرضى عليك. الله يسلمك. يا أخوي بالنسبة للكاظمي أول ما استلم رئاسة الوزراء كان حازم للقضاء نعم. على الميليشيات، لكن أمريكا منعوه، لأن أول ما بدأ منعوها أمريكا علشان يبتزون الميليشيات وقدموا لهم تنازلات يعني الذيول. نعم. تنازلات غير طبيعية، هذه المعلومات اللي وصلتنا، لأن أمريكا هم امتداد للفوضى الخلاقة، مبسوطين عليهم يعني. نعم. بحكم أن أمريكا وبريطانيا هم الخبائث أعداء للعرب والمسلمين، مبسوطة على المنظومة هذه، سأل الله أن يزيلهم ويعجل في زوالهم. يعطيك العافية أخوي. حياك محمد من السعودية كان معنا. أبو أحمد من بغداد، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لي حضرتك أستاذ محمد. حياك. تحية لقناتكم. عمر وياك، تفضل. الله يسلمك. الله يخليك. أبو أحمد، يعني بالنسبة إحنا موضوعكم على الميليشيات، الميليشيات هي امتداد الظاهر مو بس لإيران، وإنما امتداد لأمريكا. الظاهر أمريكا هي فعلا رايدة الوضع يبقى على الحال هذا. يعني إحنا نكرر ونقول يوميا إنه ما في يوم جابت رئيس وزراء يعني أقوى من السابق. الظاهر الأمر اللي أضعف يوميا، كل ما تصير أنت هذا آخر واحد هو الكاظمي. ماذا فعل الكاظمي؟ ماذا فعل الكاظمي؟ يلا إذا أعرف واحد يسألني يقول لي سووا هاي الشغلة، هاي صار لك كم شهر؟ الميليشيات لا يصدق، الميليشيات هي المسيطرة حاليا على العراق. هسه أضرب لك مثل أستاذ محمد. نعم. أضرب لك مثل بالنسبة هسه المنافذ، لكن يوم جبتوا على المنافذ هسه مو بالمنافذ يعني اللي تحدد الدول، بالنسبة للمنافذ اللي داخل محافظات كل واحد مسيطرة، صخور وغير صخور وغير. نعم. هسه الابتزاز موجود، ما يدخل الشخص المحافظة إذا ما ورخ كل ثلاثة.
يعني هاي كل المؤسسات موجوده، يا بدخلونا هاي عبد تركتي هاي جنسيتي كنت خارج العراق هذا طب المحافظتي ماكو، يقول لك من جوا العبايه عندك ورقتين ثلاثه طب ما عندك ورقتين ثلاثه ابقى تضرب بك الشمس الى يومين ثلاثه. اي دوله هاي؟ اي زمان احنا نعيش يعني في غابه؟ فعلا في غابه. اخي العزيز الاستاذ محمد، يعني انا ارجع واقول بالنسبه للميليشيات لابد من هذا الشعب ان يشوف الحل وياهم ذول، يعني ما ممكن. انا اشكرك اخوي العزيز، اشكرك. انا اشكرك ابو احمد من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ما سمعت الاسم. عطوان من بغداد، تفضل عطوان. استاذ عمر انا عندي شغله تفضل. بالرعايه الاجتماعيه بالوزاره من بغداد انا عندي 8 جهال. نعم. وطوني هسه 240 هاي على مود هاي مال المنحه 30,000. نعم. 240 طوني وانت اريد اسجل بالرعايه حتى وبالشهر 50 كذا، انا قاعد بالايجار والله. زين انت قبل كان عندك راتب عطوان؟ ابد، 60 سنه عمري وقاعد بالايجار ومن جهال عندي ودينار واحد، 60 عمري ما ماخذ دينار واحد من الدوله، وعشر سنين بالجيش خدمت البلد بالبحريه ويعبون جمبر. ايش قد عندك خدمه؟ أيوة. بالجيش؟ 10 سنين والله ويعبون جمبر، مقدم ركن كان مؤامر فوجي. نعم، من يا سنه ليا سنه؟ يعني خدمت البحر بس من 81 للتسعين. نعم. وانا ما حصلت ولا دينار هسه. تقاعد ما عندك؟ معقوله ماكو تقاعد؟ ابد 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 والله العظيم ولا دينار. هم ليش؟ دقوا بالحاسبه اسمي وطوني 240 هاي 30,000. ما شنو ال 240؟ الله يخليك دائما احكي، هاي مال منحه 30,000 بالشهر. نعم. هاي منضررين هاي مال كورونا 30,000 شهر. زين انت 240 قبل 2003 بعد 2003 ما انحسب لك تقاعد؟ أبدا أقول له ولا ليش ما راجعت؟ كل سنة راح أنتهي، ما يطول نجدة، ما يطول. شو يقولون؟ شو يقولون؟ هي أيام جامعة المنصرية الوزارة. يقول ماكو هسه، ماكو كل شيء ماكو، والله العظيم أنا قاعد شلون مقدي باب الوزارة يومية. زين أروح مشي وأرجع مشي. وأنا أهلي بغداد وقاعد بالإيجار والله. أستاذ عمر الله يخليك. سوي لنا حل، بس الإذاعة مالتكم حلوة الله يخليك. الله يعينكم. اي والله يعني انا مدمور دمار من وحيد العراقيين كلهم 40 مليون يعني، بس انا مدمور دمار يعني مشتكى لله. اي والله واحد القهار والله. استاذ عمر الله يخليك. انا نعم. جاي اشوفك منور انت على الشاشه. الاف مؤلفه أول. اخي عطوان الاف مؤلفه من العراقيين أنا مثل حالتك أجل بالعدوم والخريجين وغير الخريجين ما لاقين وظائف. انا خدمت البلد والله، خدمت البلد والله، اديت لهم تحيه والله. زين انت من تروح لهيئه يعني بال 2003 ما رحت مثلا هيئه التقاعد قلت لهم يابا انا عندي هاي الخدمه 8 أو 9 سنين، ايش ردوا عليك؟ ايش قالوا لك؟ انت اقل من القانوني التقاعد لو شنو؟ استاذ ولا اطول لك الحديث، انا عمري 60 سنه ما عندي اي شيء والله، ما اعرف يعني شو اسوي ما اقدر. اي المفروض احنا لو عندنا لو عندنا دولة محترمة ليوصل بهذا العمر وما عنده راتب. اي والله اي المفروض تصرف لراتب. الوزير من يشوفني اجي له تحية. نعم. حتى الوزير من اقابله سويت مقابلة للوزير. الله يعينك ويفرج عنك وبلكي الله سبحانه وتعالى يفرج عن العراقيين. نعم. انا اشكرك عطوان.
أشكرك عطوان من بغداد كان معنا. خلونا نرجع على موضوع الموصل. الموصل تتذكرون من كانت المعارك على أشدها في الموصل وغير المناطق، بالألفين وثمانطعش انعقد مؤتمر اسمه مؤتمر إعمار العراق في الكويت، تذكرونه بالألفين وثمانطعش. هو التساؤل وين راحت هاي الفلوس؟ يعني الدول والمنظمات بدلت على الحكومة في العراق ما عطتهم شيء، مو على أساس يصير الإعمار عن طريق الأمم المتحدة، مو كل الأموال تعطى إلى الحكومة بسبب الفساد اللي صار، لأن يعني في وقتها الدول والمنظمات قال لك إحنا نتخوف من إعطاء كل الفلوس، بوقتها كانت تقدر بثلاثين مليار دولار. ثلاثين مليار دولار، وين راحت هاي الفلوس؟ هذا تساؤل يطرح اليوم بعد ثلاث سنوات من استعادة مدينة الموصل. وين راحت فلوس مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق؟ ما نعرف. طبعا نجي على بعض الفساد اللي صار بالموصل بعد استعادتها، مو قبلها، بعد استعادتها. هيئة النزاهة السنة الماضية 2019 بالتحديد في 22/4 قالت في بيان لها بفقدان 64 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى اختلسها موظفون مقربون كما جاء في بيان هيئة النزاهة من المحافظ الملاحق في وقتها قضائيا المحكوم بعد ذلك. يعني ما نحكم عليه قطعي، ولكن القرار المحكمة هسه نجي عليه بالتفصيل. ذولا جماعة موظفين مقربين من نوفل عقوب المحافظ السابق لمحافظة نينوى قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة الموصل. عبارة الموصل هم السنة الماضية لحد الآن لجنة التحقيق اللي قرعوا راسنا بيها ما طلع منها شيء، وما افتهمنا راحة الناس أبرياء، وطلعت المسؤولين عن السياحة في تلك المنطقة هي لأحزاب ولميليشيات معروفة لها مكاتب اقتصادية. وين لجنة التحقيق؟ راحت لجنة التحقيق، تبخرت. ففقط اللي أعلنت هيئة النزاهة العام الماضي 64 مليون دولار. يعني هذا على بعض التصريحات لمسؤولين يقول لك هذه قطرة في بحر. في وقتها مسؤول في الهيئة طلب عدم الكشف عن هويته، قال بأن ضمن المبلغ الأصلي ما يقارب 45 مليار دينار عراقي 37 مليون دولار من أموال تنمية الإقليم الخاصة بالمحافظة راحت. يعني تقريبا في تلك الفترة بس بفترة نوفل العقوب هذا اللي أعلنوه طبعا، ها 64 مليون دولار راحت، ووراها أقالوا نوفل العقوب، وعلى أساس المحكمة يعني منعته من السفر وأصدرت قرار بإلقاء القبض عليه. ما وين المحاكمة؟ إيش قد حكموا عليه؟ استردوا الأموال ما استردوها؟ طبطبوها الجماعة وصار السكتة بيناتهم وكل شيء ما افتهمنا، وراحنا فلوسك يا صابر. معنا اتصال حسين من الحلة، تفضل حسين. تحدث عن المعاناة التي تعاني من عندها أبناء الموصل والأنبار وعلى يد هذه الميليشيات. منزل الحرب على الموصل، وما زالت الناس لحد الآن تعاني معاناة شديدة القوة لأنه لا، وعلى يد الميليشيات المحسوبة على إيران والمحسوبة على النظام الإيراني والأحزاب التابعة لها. لحد الآن لقد دمرت المدينة بالكامل واعتقلت العشرات من الأبرياء بدون ذنب ولا جريرة، ولحد الآن الناس تريد فقدان أبناء المعتقلين بهذا الحر الشديد، وما زالت أبناء هذه العوائل أعني مفتقدة لأبنائها في سجون الميليشيات المحسوبة على إيران والأحزاب والإنتاب عن الأحزاب الإيرانية الفاسدة المجرمة هاي، لأن هذه في الموصل، لأن بالأنبار نفس الحال. يعني هناك الناس تلك المدينة يعانون من شدة فقدان أبناء هذه المحافظات.
نعم. وعلى يد هذه الميليشيات الفاسدة يا أخوي، إلى متى أن تبقى الناس الفاقدة للأبناء في سجون الميليشيات الفاسدة المجرمة وأحزابها هذا الكلام؟ لا لا، وهي اللي مسيطرة على المنافذ الحدودية أعني؟ نعم. إيه. وشكرا. أنا أشكرك عيني حسين من الحلة كان معنا. طبعا لا يزال سكان مدينة الموصل سيما الجانب الأيمن منها يشكون استمرار إهمال الجهات الحكومية لمناطقهم المدمرة وإهمالها لأوضاعهم المعيشية الصعبة. وأوضح عدد من سكان أحياء الميدان وشهوان في الجانب الأيمن بأن أي من المسؤولين في محافظة نينوى لم يلتقي بأهالي المناطق المدمرة، كما أن السكان لم ينالوا أي تعويض مادي عما حل بهم وبمنازلهم من دمار، رغم تقديم الأهالي طلبا إلى إدارة التعويضات الحكومية لذلك. طبعا نرجع بأن لجنة التعويضات أكدت بأن عدد المعاملات التي قدمت عن محافظة نينوى تبلغ نحو 90,000. وبالمناسبة المحافظات العراقية الأنبار، صلاح الدين، نينوى، المناطق المتضررة الأخرى هم بعدهم لغاية الآن ما استلموا تعويض، ووضع مدنهم كما هو. أكثر من 90,000 معاملة، أكثر من نصفها تخص أضرار الدور والمحلات وبقية العقارات الأخرى. بحسب مصادر محلية فإن الصرف متوقف بسبب قلة التخصيصات المالية، ولم تصرف مبالغ التعويض إلا لنحو 2500 متضرر فقط حتى الآن. أكدت مصادر مطلعة بأن عملية إعادة الإعمار تباطأت بشكل كبير بسبب الفساد والبيروقراطية، وهي من الأسباب التي أدت لعدم وصول 30 مليار دولار تعهدت الجهات المانحة بتقديمها إلى العراق خلال مؤتمر الكويت أوائل عام 2018. ومثل ما قلنا قبل قليل، وين راحت أموال إعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت؟ حمودي من الموصل، تفضل حمودي. حمودي تفضل. أنا عندي خالي مزيون. نعم. من طبو داعش، خذوا داعش. نعم. من اللي اعتقله؟ داعش. تمام. داعش اعتقلوا ممكن 14. نعم. بس علي لي صوتك حتى يصير صوتك واضح ونصي التلفزيون حمودي. حمودي تسمعني؟ ايه. نصي التلفزيون واحكي شويه بصوت عالي واحكي من البدايه. تفضل. انا عندي خانه مليون من 2014 يوم 27 اعتقلوا من 2014 قلت لك. اللي اول لا داعي لا بدي، شو مشكلته بس يودي الشيعة يوديهم من الموصل على الجنوب على الزيارة وهاي ويرجع سايق. يعني هو جاسم محمد هو سايق. ايه. نعم. اعتقلوا داعش. ايه. تمام. بعدين وخذوا لي حد الان ما نعرف كل شيء عنه. زين حمودي، من اعتقلوا داعش وراها ايه الى ما طلعوا داعش من الموصل تعرفون بي؟ ايه. طيب لا لا نعرف ولا هاي راح ما تعرفون ما موجود. ايه. نعم. ونروح على راح على فيصل، جابوا المنتجين حسب بس فيصل اليوم ونروح عليهم ونقول ماكو. يعني ابد ما جاكم خبر علي ورا ما اخذوا داعش؟ لا لا، هو مالي 1969. اي. نعم. من منطقه تلكيف ومستعد باويه حريق استعد باويه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون مصايب؟ يا حدا ما نعرف كل شيء. يا رب يفرج عن كل بري، يا رب يعني يريح هاي الناس. والله ما آسي، والله ما آسي. الله يعينكم عيني حمودي، الله يعينكم. يعني نخلص من الأمريكان يطلعون الميليشيات، نخلص من الميليشيات يطلعون داعش، نخلص من داعش يطلعون من الميليشيات. هاش طلعها شنو هالمصيبة هاي اللي الطامة الكبرى على العراقيين.
الله يعين الناس والله. بال 2017 قالوا طبعا المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي وحكومة حيدر العبادي في ذلك الوقت قالت التكاليف لإعادة الإعمار هي 100 مليار دولار، هذا طبعا للموصل. ها الهنداوي قال بأن العراق يعول الآن على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار المدن المحررة من داعش، اللي هو بعدها بسنة صار ب 2018 مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت، والفلوس ما حد يعرف بها وين صارت الجماعة، وين أخذوها وين صارت ما تدري. طبعا من القصص اللي نشرت بالمناسبة مناسبة أو ذكرى الثالثة لاستعادة مدينة الموصل المدمرة التي ما زالت مدمرة، ما زالت الجثث تحت أنقاض المدن، نشرت عدة صحف عربية ودولية حول هذه الذكرى. خلونا نأخذ بعض المقتطفات من هذه التقارير الصحفية. يعني بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم أمس ذكرت بعض القصص لأهالي الموصل، قالت بأن أحمد حامد تعلم الصبر على غرار آلاف العراقيين الآخرين فقد الأمل في إعادة إعمار منزله الذي دمر خلال المعارك ضد تنظيم داعش، ورغم ذلك فإن تعويضات الدولة ضرورية لإنعاش اقتصاد الموصل كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية التي كانت يوما مركزا تجاريا للشرق الأوسط في شمال العراق، حيث يعيش واحد من كل 5 أشخاص تحت خط الفقر. وجاء في التقرير بأن البنك الدولي حذر مع انخفاض أسعار النفط الخام وتفشي وباء كوفيد 19 يعني فيروس كورونا ارتفاع أسعار السلع، سيتضاعف هذا الرقم خلال أقل من 6 أشهر. طبعا جاء في أو بحسب المنظمة النرويجية للاجئين في هذا التقرير لصحيفة الشرق الأوسط، يعني أكدت بأن 64% من النازحين في مدينة الموصل لن يعودوا قادرين على دفع إيجار منازلهم في غضون 3 أشهر بسبب الوضع الذي يمر به العراقيين. معنا اتصال حيدر من السماوة، تفضل حيدر. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يعزك استاذي. استاذي يا أهلا بك. الشعب العراقي تصور الشعب العراقي كله محتل من قبل إيران. نعم نعم، الشعب العراقي كله محتل من قبل الدولة الإيرانية والأحزاب الإيرانية، هاي العميلة الإيرانية. العراق هسه شوف صورة عامة، ما بي واحد مرتاح، حتى اللي عنده ملك والملك لله هو ما مرتاح من هاي الإيرانيين. نعم الشعب العراقي كله مدمر هو. أي والله الشعب العراقي كله مدمر من قبل دولة إيران الفارسية، تريد تعيد الاحتلال علينا، نفس الاحتلال سابقا تريد تحيل علينا، تريد تعيد نظام فترة علينا. نعم الله يعين. الله يعين والله. اي والله الله يعين. والله انا بالنسبه لي هسه انا عندي عائله، بس لا عندي لا راتب رعايه ولا عندي اي شيء، على الحديده قاعد. نعم عندي عائله وكل شيء ما عندي على الحديده، احنا جنوب حالتنا تعبانه اسفل السافل، لان المال العراق كله صار عند ايران. والعملاء هذول المعممين خاصه المعممين اللي جو من ايران هذول كلهم دمروا الشعب العراقي من غربه الى شرقه. نعم نعم، من غربه الى شرقه هم دمروا. والله صدقت والله العظيم، بدون لا مجامله ولا اي شيء. ايران دوله ارهابيه قتلت الشعب العراقي، قتلت الطفل وقتلت المراه وقتلت الشيخ وقتلت ايوه المسجد وقتلت الشعب العراقي وقتلت الثروه العراقيه كلها وقتلت الزراعه وقتلت الثروه الحيوانيه عندنا نهائيا. ايران هي دوله فارسيه طامعه بالشعب الاراضي العراق. نعم أنا أشكرك أخي حيدر. نعم حياك الله. حياك الله أخي حيدر من السماوة كان معنا. في هذا التقرير الأمم المتحدة استطاعت إعادة خلال هذه السنوات الثلاث إعادة بناء 2000 منزل ومحطة لمعالجة المياه ومحطات لتوليد الطاقة وإدارة المستشفيات و150 مدرسة وكلية ومركز شرطة.
بحسب هذا التقرير اللي أعدته الوكالة الفرنسية، قالت لكنها تعتبر نقطة في بحر بالنسبة لمدينة يقطنها أكثر من 2 مليون نسمة، ولا تزال منطقتها القديمة تبدو وكأنها تلة ضخمة من الأنقاض، ذلك لأن عملية إعادة الإعمار تباطأت بشكل كبير جراء مراحل عدة لتجنب الفساد، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم وصول 30 مليار دولار تعهدت الجهات المانحة بتقديمها إلى العراق خلال مؤتمر الكويت في أوائل العام 2018 بسبب فساد الجماعة. وما شاء الله شهرون حول العالم، حتى الناس بعد ما تتبرع لهم، يعني مو الكل بس كثير منهم بعد ما يتبرع للعراق تدون خطير العراق ما عنده لا نفط ولا غاز ولا ثروات، الحكومات المتعاقبة صارت تجدي منا ومنا، وخاصة بالفترة الأخيرة حتى توزع رواتب، مع الأسف مع الأسف اللي دي يصير بالعراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.